السلام عليكم أبنائنا طلبة المرحلة الثالثة فيزياء، نعرض لكم الآن المحاضرة الثانية عشر إلكترونيك. قبل الدخول في هذه المحاضرة، في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى المكون الإلكتروني الذي يدعى الترانزستور، وقلنا أن هنالك نوعان من الترانزستور، أحدهما NPN والآخر PNP. الترانزستور NPN يعتمد فيه نقل الشحنة، أي ناقلات الشحنة فيه هي الإلكترونات، والترانزستور نوع PNP يكون ناقلات الشحنة فيه هي الفجوات. كذلك أن الاختلاف ما بين هذين الترانزستورات الاثنين في اتجاه مرور التيارات، وكذلك لاحظنا وحسب قانون كيرشوف الأول الذي يقول أنه التيارات الداخلة إلى أي نقطة تساوي أن التيارات الخارجة منها، شاهدنا أنه تيار الباعث يساوي أن تيار القاعدة مضاف إليه تيار الجانب، وغيرها من هذه الأمور. كما تطرقنا إلى أنواع ربط هذا الترانزستور، وقلنا أن هنالك ثلاث أنواع من الربط، اللي هو ربط الباعث المشترك، وربط الجامع المشترك، وربط القاعدة المشتركة. سوف نعرض لكم الآن مقدمة عن ربط الباعث المشترك، هي نفسها التي تطرقنا لها في المحاضرة السابقة. طبعا ربط الباعث المشترك، رح نعيد هذا الكلام، الشكل التالي يمثل دائرة باعث مشترك، حيث أن ربط الباعث ما بين دائرة القاعدة ودائرة الجامع، تتكون دائرة القاعدة من مصدر فولتية VBB مربوط بانحياز أمان مع ثنائي الباعث بواسطة مقاومة توالي RS لتحديد مرور التيار القاعدة. إن قيمة تيار القاعدة يؤدي إلى تغير قيمة تيار الجامع، أي يعمل تيار القاعدة على السيطرة على تيار الجامع. طبعا من هذا الشكل إذا تلاحظون أنا عندي دائرتين مربوطتان معا، اللي هي الدائرة الأولى اللي هي دائرة القاعدة، والثانية هي دائرة الجامع، ونلاحظ أنه الباعث مربوط مشترك ما بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية، لذلك سمي هذا الربط بربط الباعث المشترك. طبعا بمجموعة قوانين راح نذكرها، أنه الفولتية VCE تساوي أن VC ناقصا VE، و VCB تساوي أن VC ناقصا VB، و VBE تساوي VB ناقصا VE، يعني هذه فروق الجهد على أطراف الترانزستور. طبعا الترانزستور بثلاث أطراف، فأكيد أدي فولتية ما بين القاعدة والباعث، وفولتية ما بين الباعث والجامع، وفولتية ما بين الجامع والقاعدة، وفق هذا الشكل. وبما أنه هنا الباعث مربوط إلى الأرضي، يعني قيمة الفولتية عليه تساوي صفر، إذا من هاي المعادلات كلها نقدر احنا نحذف أو فولتية الباعث، أو نجعل صفر مكانه، فتصبح المعادلات بالشكل التالي، أنه VCE هي نفسها الـ VCE، إذا هي نفسها الجهد على الجامع، و VCB تساوي أن VC ناقصا VB، و VBE الفولتية بين القاعدة والباعث تساوي أن VBE. منحني القاعدة. هسه الآن راح نتطرق إلى شكل الإشارة أو العلاقة ما بين الفولتية والتيار في دائرة الدخول. راح نجي الآن، ماذا تعتقد عند رسم IB اللي هو التيار المار بالقاعدة مقابل VBE اللي هي الفولتية أو فرق الجهد ما بين القاعدة والباعث؟ يبدو الرسم ثنائي عادي كما هو موضح في الشكل أدناه أو المجاور، ولما لا، هذا هو الثنائي باعث ذو الانحياز الأمامي، لذلك نحن نتوقع أن نرى الرسم البياني ثنائي اعتيادي التيار مقابل الفولتية، أي أننا يمكن تقريب كما كنا نفعل بالثنائيات وكما نوقش سابقا. طبعا هذا الشكل، هسه لو نرجع للشكل السابق، أنا هنا عندي مقاومة، وعندي مصدر فولتية اللي مقداره VBB، وعندي مربوط إلى بين القاعدة والباعث. بين القاعدة والباعث أكو دايود يسمى دايود الباعث، يعني نتخيل هنا عندنا دايود، الأنود هنا
والكاثود بهذا الاتجاه. فإذا كأنه عندي أني ربط انحياز أمامي إلى دايود، ولغرض معرفة التيار الماردي نطبق قانون كيرشوف الأول. نحن نرجع مرة أخرى، أني عندي الفولتية، فولتية المصدر حسب قانون كيرشوف الأول تساوي لي الفولتية على المقاومة آر بي مضاف إليها الفولتية ما بين القاعدة والباعث اللي اسمها في بي اي. فبالتالي نلاحظ انه الفولتية على هذه المقاومة اللي هي آر بي تمثل او ممكن كتابتها حسب قانون اوم تساوي اي اس اللي هو التيار المار بيها مضروب في آر بي اللي هي قيمة المقاومة آر اس. يعني إذا نستخدم طرفين في وسطين حيكون عندي آي بي يساوي في بي بي ناقص في بي إي تقسيم آر بي. وبما أنه الثنائي، طبعا هذا الثنائي إذا يكون بحالة مثالية يعني التقريب الأول، إذا أخذنا التقريب الثاني لح يدخل عندنا حاجز جهد اللي هو مقداره 0.7. فإذا معظم الترانزسترات اللي احنا نتعامل بها هي سيليكون، فإذا مقدار ال VBB يكون ثابت مقداره 0.7. نحن نأخذ مثال على هذه الكلام الشكل التالي وباستخدام التقريب الثاني. يعني لما نستخدم التقريب الثاني احنا دخلنا قيمة حاجز الجهد اللي هو مقداره 0.7. احسب تيار القاعدة ومقدار الفولتية على طرفي مقاومة القاعدة وقيمة التيار الجامع، مع العلم ان كسب التيار يساوي 200. هذا هو كسب التيار. اذا المطلوب من عندي اني اعرف تيار القاعدة ومقدار الفولتية، تيار المار بهاي المقاومة يعني هو تيار القاعدة ومقدار الفولتية على هذه المقاومة، وايضا يريد يعرف مقدار تيار الجامع يعني التيار اللي مار بهذه المقاومة. فاني لما اجي هسه يعني من ناحية بديهية، اذا اني اريد اعرف الفولتية على المقاومة ار بي، فحسب قانون كيرشوف الاول في اي دائرة مغلقة مجموع الفولتيات يساوي لنا صفر، يعني الفولتية الداخلة تساوي لنا الفولتية على كل مكون موجود. اني عندي الفولتية الداخلة هي 2، فالاثنين يجب ان توزع على هذه المقاومة وعلى هذا الدايود الموجود هنا اللي هو اسمه دايود الباعث اللي قلنا هذا قيمته ثابتة هي مقدارها 0.7. فاني عندي اذا عندي 2 فولت والدايود يحتجز فولتية اللي هي فولتية حاجز الجهد اللي هي مقدارها 0.7، فشيء بديهي انه الفولتية اللي تكون على المقاومة ار بي مقدارها 1.3، وكما موضح بالمعادلة التالية انه الفولتية على المقاومة تساوي لنا في بي بي ناقصا في بي اي ويساوي لنا 2 فولت ناقصا 0.7 فولت ويساوي لنا 1.3. الان اذا اريد اعرف التيار اللي مار، ومثل ما قلنا من يعني قبل قليل يعني قلنا انه التيار المار بهاي المقاومة، طبعا عندي عدة طرق اني لحسابه. مثلا واحدة من هذه الطرق اني استخدم قانون اوم. قانون اوم اقول التيار المار هو عبارة عن الفولتية على هاي المقاومة تقسيم قيمة هاي المقاومة، وبما انه الفولتية على هاي المقاومة تساوي انه 1.3 فولت وقيمة المقاومة 100 كيلو اوم، فاذا نقسم ال 1.3 تقسيم 100 كيلو اوم له يطلع لي قيمة التيار اللي مقداره 13 مايكرو امبير. او نستخدم القانون السابق اللي انه اي بي يساوي لنا في بي بي ناقصا في بي اي تقسيم ار بي، يعني 2 ناقص 0.7 تقسيم 100 كيلو اوم، ويطلع ايضا التيار مقداره 13 مايكرو امبير. هسه الان اذا اني اريد اعرف مقدار تيار الجامع، بما انه هو هنا ناطيني البيتا تساوي لنا 200 والبيتا تساوي لنا اي كولكتر تقسيم اي بيس، يعني قيمة تيار الجامع على قيمة تيار القاعدة، فأدي البيتا معروفة وأدي قيمة التيار القاعدة معروف طرفين في وسطين لح يطلع لي قيمة تيار الجامع يساوي لنا 2.6 ملي أمبير.
الآن نتطرق إلى موضوع جديد اسمه منحنيات الجامع أو منحني الجامع. مثل ما قلنا هنا عندنا منحني القاعدة اللي هو الدخول، بالخروج عندي منحني الجامع. خلينا نشوف احنا هنا الرسم التخطيطي راح يكون بين أي مكونين. خلينا نشوف نقرأ الآن. في الشكل المجاور تعرفنا على كيفية حساب تيار القاعدة بالنظر إلى أن الفولتية هي في في بي، قلناها ثابت الرمز، تحييز ثنائي الباعث انحياز أمامي، وبالتالي كل ما نحتاج حساب التيار المار إلى القاعدة خلال المقاومة آر بي. دعنا الآن نحول انتباهنا إلى دائرة الجامع. يعني عرفنا مثل هذا الكلام معناها أنه هاي القوانين تطبق كليتها على دائرة أو منحنيات القاعدة، دائرة الدخول إلى الترانزستور. خلينا نشوف دائرة الخروج. في الشكل السابق يمكن أن نغير كل من VBE و VCC لإنتاج فولتيات وتيارات ترانزستور مختلفة، بقياس كل من IC و VCE يمكن الحصول على شكل بياني برسم IC مقابل VCE وكما في الشكل التالي. طبعا الـ VCE هي الفولتية ما بين الجامع والباعث، والآي سي هو التيار الخارج من الجامع. لحاجة أحط الآي سي على محور الصادات اللي هو التيار المار بالجامع، والـ VCE على محور الـ محور إكس. لح لاحظ لح يبدي هنا عملية. طبعا هاي الـ VCE أيضا هي بشكل غير مباشر تعتمد على التيار القاعدة. خلينا نشوف انه احنا راح نبدي نزيد من تيار القاعدة ونشوف اللي راح يصير شنو. طبعا بالبدء لما يكون تيار القاعدة قليل راح يبدي يزداد تيار الجامع وفولتية الفولتية ما بين الجامع والباعث بصورة خطية إلى أن يصل قيمة معينة يبدأ بها التيار يثبت مع زيادة فرق الجهد ما بين الجامع والباعث. يعني هاي المرحلة كليتها يبقى بها ثابتة إلى أن يصل فد قيمة معينة يصير بي بريك داون، يعني معناه يتلف الترانزستور بعد ما يتحمل فرق جهد ما بين، يعني فرق الجهد ما بين الجامع والباعث وصل مرحلة لا يتحمله هذا النوع من الترانزستور. طبعا هذا الكلام كليته يعني يعطى لترانزستور وفق مواصفات معينة. يعني من ممكن انه ترانزستور البريك داون مالته اكثر من 40، ممكن يوصل للمية او للالف حسب نوع الترانزستور ومواصفاته او طريقة تصميمه. وطبعا هذا التيار مثلا هنا 1 ملي امبير، معناه انه هذا الترانزستور اقصى تيار يقدر يمرر الجامع هو 1 ملي امبير، ما ممكن انه يعني يقبل يزيد من قيمة هذا التيار، لان هو مواصفات تصنيعه انه يعني ماكسيمم كرنت هي 1 ملي امبير. طبعا اكو ترانزستورات تتحمل 100 امبير او 20 امبير او 1 امبير او مثلا 30 ملي امبير، يعني حسب تصميم هذا الجهاز، تصميم الجهاز اللي هو قلنا عليه الترانزستور. المخطط على مثال لتغيير تيار الجامع مقابل الفولتية بين الجامع والباعث. في البدء نلاحظ انه عند زيادة الفولتية القليلة هناك زيادة خطية بالتيار، وعند الفولتيات العليا يثبت التيار يوصل الى حالة الاشباع اللي هي current saturation الى ان يصل التيار الى ان يصل الى تيار الانهيار عند الفولتيه الكبرى. طبعا بهاي المرحله قلنا ينهار ويعطب هذا الترانزستور. هذا معناه ان لكل ترانزستور مقدار جهد يتحمله وعلى منه سوف ينهار. ان الفولتيه ومقدار الجامع الجامع تعطى بالعلاقه التاليه، واعتمادا على الشكل الاعلى وباستخدام قانون كيرشوف نحصل على التالي. طبعا VCE يساوينا VCC ناقصا ICRC. طبعا هذا قانون كيرشوف الاول. خلنا نرجع الى الرسم. انا عندي هنا الفولتية اللي مسلطها هي مقدارها VCC، وحسب قانون كيرشوف الاول يعني هذه الفولتية يجب ان تقسم على مكونات ضمن هذا اللوب او هاي الدائرة
الالكترونيه او هاي الدائره الخارجيه. يعني هاي الفولتيه يجب ان تقسم على فولتيه هاي المقاومه اللي هي مقدارها ار اس، والفولتيه الفي سي اي، الفولتيه ما بين الجامع وما بين الباعث. يعني مقدار هذه الفولتيه تساوي مقدار الفولتيه على هاي المقاومه زائد مقدار الفولتيه ما بين الجامع والباعث. فاذا نقدر نقول يعني هذا كانت الفي سي سي تساوي ان في سي اي زائدا اي سي ار سي. طبعا لما نحول من طرف الى اخر راح نصبح عندي في سي اي تساوي ان في سي سي ناقصا اي سي ار سي. طبعا اي سي ار سي تمثل شنو؟ تمثل فولتيه المقاومه ار سي. طبعا الباور اني اذا اريد اعرف قدره هذا الترانزستور فاكيد الفولتيه عليه اللي هي في سي اي هي الفولتيه ما بين الجامع والباعث مضروبه في التيار الماربي اللي هو مقداره اي سي. طبعا هاي القوانين كلها تطبق على شكل الدائره هذه. لما تتغير هذه الدائره شكلها طبعا هذه القوانين راح تتغير وفقا لتغير شكل الدائره. يعني اذا نضيف مثلا على سبيل المثال هنا انا مقاومه عند الباعث راح نشوف انه كل القوانين راح تغير. فاذا هذه القوانين خاصه بهكذا نوع من الدوائر ربط الترانزستور. خلينا نشوف هذا المثال ونشوف من الشكل التالي. احسب تيار الجامع وتيار القاعده والفولتيه ما بين الجامع والباعث وقدره الترانزستور، علما بان بيتا دي سي اللي هو كسب التيار مقداره 300. طبعا راح نجي الى هاي الدائره، فولتيه الدخول مقدارها 10 فولت، والمقاومه المربوطه على التوالي مقدارها 1 ميجا اوم، وهنا الفولتيه ما بين القاعده وما بين الباعث ثابته هي مقدارها 0.7 فولت لان هذا السيليكون. نجي نشوف اول شيء احنا راح نحسب تيار القاعده. راح نشوف انه تيار القاعده هو في بي بي ناقصا في بي اي تقسيم ار بي قيمه المقاومه. فاذا 10 ناقصا قلنا هذا ثابت هو 0.7 تقسيم 1 ميجا، الميجا طبعا مقدارها مليون اللي هي 10 قوه 6، بالتالي تيار القاعده راح يطلع مقداره 9.3. طبعا بما انه توفر عندي تيار القاعده وبما انه هو يعني نعطيني كسب التيار اللي مقداره 300، نطبق انه البيتا تساوي ان اي كولكتر على اي بيس طرفين في وسطين، راح يطلع القانون انه اي كولكتر يساوي ان بيتا دي سي مضروبه في اي بي. نضع القيم مالتنا راح يطلع لي الناتج مقداره 2.79 ملي امبير. هسه الان عرفنا تيار القاعده وتيار الجامع. هسه الان اذا اريد اعرف الفولتيه ما بين الجامع والباعث، مثل ما قلنا ومن هذا الشكل اذا تلاحظون انه الفولتيه الفي سي سي هي 10 فولت، و ال 10 فولت راح تكون جزء من عندها على هاي المقاومه اللي هي مقدارها ار سي، والجزء الاخر راح يكون على هذه المقاومه العفو بين طرفين الجامع والباعث اللي اسمها في سي اي. فاذا في سي سي تساوي ان اي سي ار سي اللي هو الفولتيه على هاي المقاومه زائدا في سي اي. يعني ننقل من طرف الى اخر راح نحصل انه في سي اي تساوي ان في سي سي ناقصا اي سي ار سي، وكما تلاحظون من هاي المعادله. طبعا الفي سي سي 10 فولت ايضا ناقصا تيار الجامع 2.79 ملي امبير مضروبة في قيمة المقاومة اللي هي ار سي، راح يطلع لي الناتج النهائي 4.42 فولت، يعني 4.4 فولت تقريبا. اذا نريد نعرف القدرة مال هذا الترانزستور فاكيد هاي الفولتية البي سي اي مضروبة في التيار المار بيها اللي هو اي سي،
وبالشكل التالي راح يطلع 4.42 فولت مضروبة في 2.79 ملي أمبير، راح يطلع الناتج النهائي 12 أو 12.3 ملي، وطبعا القدرة تقاس بالوات. بس ملاحظة عندنا، طبعا هذا الشكل اللي تلاحظون الآن، قلنا احنا هذا الطرف هو مشترك، إذا نلغي هذا الحلقة أو هذا الموصل ما بين هذه الأطراف، نقدر نربط هذا إلى الشاصي وهذا إلى الشاصي وهذا إلى الشاصي، بحيث أنه إيش يصبح عندنا يعني شيء بديهي أنه نعرف أنه هذا الطرف مربوط إلى هذا الطرف وإلى هذا الطرف. يعني من الممكن أنه إحنا مو تكون الدائرة بهذا الشكل مرسومة، ممكن ترسم بهذا الشكل، وأكو طريقة أخرى للرسم. بما انه اني الفولتية اللي مسلطها على القاعدة مقدارها 10 فولت، والفولتية المسلطة على الجامع مقدارها 10 فولت، فاني اقدر انه اربط المقاومتين اللي هي الار اس والار سي واوصلهم الى مصدر فولتية واحد اللي هو مقداره 10 فولت ايضا. يعني هذا الشكل الثالث مكافئ الى هذا الشكل ومكافئ الى الشكل الاعلى. خلينا نشوف هذا التمرين مطلوب من عندكم. من هذا الشكل ما مقدار الفولتية بين الجامع والباعث اللي هو VCE، استخدم الترانزستور المثالي. شنو يعني نستخدم الترانزستور المثالي؟ يعني ما بي حاجز جهد، يعني معناها انه الفولتية ما بين القاعدة والباعث مقدارها صفر، اي لا يوجد حاجز جهد، مقدارها 0.7. ونسوي الحسابات على مود نعرف مقدار الفولتية ما بين الجامع والباعث اللي هي VCE. نيجي الآن التمرين الثاني. هذا التمرين الأول ولكن باستخدام التقريب الثاني لترانزستور. التقريب الثاني لترانزستور بما معناه نفس هذا الكلام اللي حكيناه، ولكن حاجز الجهد ما بين القاعدة والباعث سوف نأخذه بنظر الاعتبار في الحسابات، اللي هو مقداره 0.7 فولت بحالة السيليكون طبعا، وإذا كان هذا الترانزستور جرمانيوم راح يكون مقداره 0.3 فولت. وشكرا جزيلا. طبعا عفوا قبل ما ننهي المحاضرة، خلينا نشوف هذا المثال اللي هو مقارنة ما بين التقريب المثالي الأول وتقريب الثاني للترانزستور. يعني مثلا تمرين راح ناخذ به بنظر الاعتبار، نعتبر انه حاجز الجهد هنا مقداره صفر اللي هو تقريب مثالي، والحاله الثانيه نعتبر انه هنالك فرق جهد موجود ما بين القاعده والباعث اللي هو مقداره 0.7. فتلاحظون انه ال VBE هنا مقداره صفر، هنا ال VBE اصبحت مقدارها 0.7 فولت. نلاحظ انه هو تيار القاعده يساوي ال 12 تقسيم 220 يطلع 54.5 مايكرو امبير. هنا لما دخلنا حاجز الجهد التيار القاعده قل. اذا اخذ تيار الجامع راح يساوي لنا تيار القاعده في البيتا، فهنا راح نضرب التيار في البيتا راح يطلع المقدار مالته 5.45. طبعا بهالحاله هاي بالتقريب الثاني اكيد راح يقل قيمه تيار القاعده، راح يصبح مقداره 5.14 ملي امبير. اذا اخذ الفولتيه ما بين الجامع والباعث بالحاله الاعتياديه مقدارها 6.55 فولت، ولكن بالتقريب الثاني يعني شيء بديهي انه راح تزداد الفولتية، راح يصير 12 ناقصا قيمة التيار مضروبة، طبعا هذا التيار هو تيار القاعدة مضروب في المقاومة اللي هي المقاومة ار سي، راح يصبح عندي 6.86 فولت. يعني هذه الملاحظات، طبعا هذا في المثال يقارنكم بين الحالة المثالية للترانزستور والحالة الغير مثالية. وشكرا جزيلا.